فاكرين صاحبنا راعي الحبحب؟ كان عشان يحصل شيء يبرد القلب يلفلف في الشمس، يحاول ينقي، يشيل اكياس، يطلع ينزل يرجع يطلع، وفي الاخير احيانا تضبط وغالبا يجيب العيد. لكن الان صار عنده تطبيق افوكادو، يطلب كل اللي يحتاجه من خضار وفواكه وتجي له فريش. وكمان لا اتوقع بلغنا شوي، افوكادو ما راح يقطع لك الفواكه ويعطيك اياها بالشوكة، بس راح يوصل لك كل اللي تحتاجه، دايما فريش وكمان متنقى بالحبة لحد باب بيتك. ايش تستنى؟ حمل التطبيق الان.